فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل العلم في هذا الزمن يزيد أم ينقص؟ يقول هل العلم في هذا الزمن يزيد أم ينقص؟ العلم؟ نعم، العلم يزيد بالتعلم وينقص بالجهل، ما في شك، في كل زمان. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كل ما تعلمت زاد علمك، وكل ما تركت التعلم والمذاكرة نقص علمك ونسيته. نعم.